دوزونا معاكم في التلفازه وسد روح برافو سد ديالنا الله يجيب ربو كانون الفرع ديال جمعية الدفاع حقوق الانسان ديال طارجه. حاليا حنا كنتسائلوا التساؤل هو تساؤل المشروع هو كيفاش ترخص لهذه العباره هذه. هذه العباره يعني ملي ترخص لها واش ما طرعاش هذه المعايير واش ما طرعاش معايير السلامه البدنيه والجسديه في الترخيصات، لان هذه عباره سكنيه. عباره سكنيه الا درناها فيها عاد ليطاج، اربعة ليطاج درنا فيها كل ليطاج فيه عي ثلاثه. 12 ابارتومون، 12 ابارتومون الا سكنوا فيها عي ثلاثه راه غنوليو قدام 36 نفس ما كتعيش فيها. يعني حاليا هذا سؤال جوهري، كيفاش تم الترخيص رغم انها توقفت هذه عامين، لانها توقفت هذه عامين، ولكن الاذكى من هذا هو هاد الناس هاد الترخيص كيفاش تعطات الترخيصات وكيف تعطات الترخيصات وشكون اللي عطاها الترخيصات. اذا بالنسبه لنا لا يمكن اننا نوقفوا هذه العامات هاد العامات هذا الى ما ربطناش الى ما درناش التنزيل السليم للدستور 2011 ربط المسؤوليه بالمحاسب شبه بلا رخصه كنقول راه بالرخصه ولكن الرخصه واش تم الدراسه ديال الموقع واش تم دراسه الموقع ولا ما تماتش. السلام عليكم حنا ساكنين بغارت هذه العماره فاين على حساب الجهه هذه على حساب فيها يعني فهمتي فيها يعني فيها صيحة من تحت الأرض صيحة فهمتي الماء كيهود حتى من تحت على حساب أنا خدام من تحت على حساب الشارع عندنا محل فيه لاك ملي كطيح الشا بزاف تبارك الله الماء كيبقى يخرج من تحت الأرض فهمتي يعني ما عندكش يعني واخا الأيام اللي كانت كطيح هنايا الشا يعني كتوقع الصيحة فهمتي هما كيحفروا كطيح الصيحة يعني كطيح الشا وكطيح هذيك الصيحة عاوت كيخلوا حتى الأرض تبس عاوت كيحفروا فهمتي على حساب هاد العمارة هادي باش يعني باش طاحت هادي ما كانتش فيها صنادق يعني طلعت ووقفت فهمتي فوقاش طاحت؟ طاحت اليوم هي لا فوقها عاد 12 11 قبيلاتي على حساب انا جالسين في الدار كنسمعوا بوم بحال بوطة طرطقت فهمتي حتى كنطلع في السطاح هيدا كنشوف الجوقة هنايا عاد جيتني هنا جبرت العمارة طاحت وقيل العساس فيها وقيل والله باقي كيقلبوا على العساس ديما عندنا ما نقولوا الارض كتسيخ وصافي فهمتي الارض هذه ماشي صحيحه هذه فهمتي ولا دابا هادو مساكن حتى اللي ساكنين هنا راهم كتجبر النص الكبير راه هنا في الخطر هذا في الخطر اي والله جبري راه كاينه اللي عيبيعها بنص الثمن كاع عبد الله كيتصرف ويبقى يجي ساكن العساس كيجلس تما وقيل مسكين هو اللي كيعيطوا له دابا ما كاينش ما كيجاوبش
كيسولوا في التليفون ما كيجاوبش يعني عندهم الشكوك يكون والله اعلم خير الله يطول له في العمر مسكين الله يطلبوا الله يطلبوا الله يطلبوا الله يطول له في العمر مسكين. فالان كنتواجدوا في مكان سقوط العماره في حي الرهره في مدينه طنجه. فكيف قلت الاشكال المطروح ماشي في هذه العماره اللي طاحت بالضبط، وانما ايضا لا 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 يعني العمارات المتواجده في جنب هذه العماره فهي ايضا مهدده بالسقوط. واش الاسئله المطروحه اللي كيطرحوا جميع يعني الفاعلين الجمعويين هو واش هذا حتى المواطنين من طبيعة الحال واش يعني تم واحد الدراسة للمكان اللي كيتبنوا فيه هاد العمارات، لأنه كيف كنعرفوا لأنه مجموعة من الأودية اللي منهم منطقة الشجيرات اللي ذكرتها قبل، فتم رد مجموعة من الأودية وتم تشييد ديال العمارات فوق هاد الأماكن هذه. وكيف قلت بأن مجموعة من الجمعيات الحقوقية اللي منها جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان فقدمت الشكاية ديالها للسيد الوالي ثم الوزير الداخلية بشأن هذه البنايات اللي كتبنا على الأودية، لكن يعني ما تمش الرد وما تمش التجاوب مع هذه الشكايات هذه. وهنا يا راه ساكت علينا السلام.